Ouais. استشهد رفع الراي في حضنك انا الجندي شاف يريد اسقاط النظام شاف يريد اسقاط النظام شاف يريد اسقاط النظام واجب حل التأسيسي واجب حل الحكومة واجب يا غنوش يا سفاح يا قتل الارواح يا غنوش يا سفاح يا قتل الارواح بعد ساعتين او ساعة ونصف ثم توجه بجنازة رمزية الى وسط مدينة سيدي بوزيد القديمة حيث سيتم معناها تدشين نصب تذكاري وساحة تحمل اسم الشهيد محمد ابراهيم. اليوم نودع هذا الفارس ولكن لن نتقبل التعازي، تعازينا سنتقبلها عندما نقبر حركة النهضة وسلطتها الرجعية العميلة وعندما نتخلص من هذا الحكم الاستبدادي الذي لم ترى تونس له مثيلا. في سيدي بوزيد الثورة اليوم تكونت نواة لسلطة شعبية، سلطة الجبهة، جبهة الإنقاذ في سيدي بوزيد. نحن عازمون، نحن عاقدون العزم على أن سيدي بوزيد التي انطلقت منها الثورة، ثورة 17-14، ستنطلق الآن لكنس نظام الإخوان المسلمين، التنظيم الدولي للإخوان المسلمين. نحن عاقدون العزم في جبهة الإنقاذ الوطني على مستوى مركزي وعلى مستوى الجهات وعلى مستوى المحليات
أن نمضي بهذه الثورة في شوطها الثاني إلى الأمام. لا يمكن اليوم أن نسمح بأن حركة النهضة تعيد إنتاج نفسها بعد ما قتلت شكري بالعيد، بعد ما قتلت محمد إبراهيمي، وبعد ما أفشت جو من الرعب، جو من الإرهاب في البلاد. هذه الحركة فشلت اقتصاديا، فشلت اجتماعيا، فشلت أخلاقيا وسياسيا، ولا يمكن للشعب التونسي أن يسمح لحركة النهضة بأن تواصل ولو يوم واحد في السلطة. فلا عاش في تونس من خانها، ولا عاش من ليس من جندها، نموت ونحيا على عهدها، حياة الكرام وموت العظام، حماة الحمى يا حماة الحمى، هلموا هلموا لمجد الزمن. حسبنا الله ونعم الوكيل في القتلة في المجرمين، حسبنا الله ونعم الوكيل في الإرهابيين، في إرهاب الدولة العميلة. جميعكم محمد إبراهيمي ترفعون شعاراته التي مات من أجلها، التي قتل من أجلها واستشهد، وتواصلون مسيرته. هو بينكم الآن، وأنتم الآن تستنشقون دماءه التي أهريقت أمام بيته وأمام أطفاله، لا لشيء إلا لأنه كشف خيانة العصابات الإخوانية المأجورة، كشفها كما كشفتموها جميعا. والآن الكرة بين أيديكم، إما أن تواصلوا ما ابتدأه الثوار، وإما يريد الثأر لمحمد إبراهيمي، فلينزل إلى الشوارع وليسقط الأخوان المسلمين. من يريد الثأر، من يريد الانتقام، فالميادين تنتظرنا والساحات تنتظرنا، والمعارك مستمرة، وسنقدم المزيد من التضحيات كما قدمها محمد إبراهيمي. بالنضال الثوري ما نطلق عليه مبدأ ثابت، أنه بعد الدم لا شرعية، بعد الدم لا شرعية، الشرعية كل الشرعية لإرادة الشعوب، الشرعية كل الشرعية للثوار. أيها الإخوة، أقول لكم إن إخوتكم في مصر يتطلعون إليكم ويدهم معكم حتى نحقق النصر، ونصر بإذن الله. أمام الغدر، أمام الرصاص، لأننا طلاب الحياة. وكما قال شاعر المقاومة محمود الدرويش، على هذه الأرض ما يستحق الحياة. Come on!
الجهويه للانقاذ سيدي وزير، تشكلت 26 جويليه من هذا الشهر. التركيبه نتاع اللجنه تقريبا تضم 26 شخصيه جهويه، فيها اربعه من المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل، فيها من اتحاد الصناعه والتجاره، اتحاد الفلاحين، وايضا ممثلين عن كافه الاحزاب، عن عماده المحامين، عماده الاطباء، عن سلك القضاة. هذه التنسيقية إذا قدمت نفسها بديلا ثوريا لتسيير شؤون الجهة. تم المرابطة في اعتصام منذ 5 أيام في الولاية التي لم يدخلها الوالي. وجهنا له رسالة، قلنا له إن سيدي بوزيد لا تريدك، لأن هذا الوالي عرف بانحيازه المطلق لحزب حركة النهضة. هو تم سماح التصدي للجنة هذه في الولاية العسكرية. بالفعل تعرض هذا الاعتصام إلى محاولة تفكيكه، خاصة أول يوم أمس حين توافدت عناصر وميليشيات النهضة من كافة المعتمديات. والأمن بقي على حياده، حاول أن يفصل بين المجموعتين، لكن بقي الاعتصام وعاد المناضلون لساحة الاعتصام وأطردت هذه الميليشيات من ساحة الولاية. لا يزال الاعتصام مفتوح وهو عصيان مدني، وسنوجه هذه الليلة عن طريق الكوميسار الأمني وعن طريق الجيش، سنوجه رسالة هذه الليلة إلى الوالي ونقول له غادر ولاية سيدي بوزيد فورا، لأن الشباب والأهالي سيدي بوزيد لا يريدونك فعلا. أنت لم تقدم شيئا، ما قدمته هو انحياز مطلق إذن لحركة النهضة. وفي الحقيقة حاول يوم أمس الوالي الدخول متنكرا إلى الولاية مخفيا وجهه في سيارة الحرس بجريدة، لكن تفطن إليه المعتصمون ومنعوه من الدخول. أيضا ثم معطى يتمثل في أن نقابة الأعوان والموظفي الولاية هم أيضا يتخذون نفس الموقف، موقف التنسيقية الجهوية للإنقاذ، لا يريدون هذا الوالي. فقط أريد أن أوضح أن هذا الاعتصام المفتوح من أجل طرد الوالي هو في الحقيقة اعتصام ما يعطلش السير الإداري للإدارة في الولاية وقضاء شؤون ومصالح المواطنين. بالفعل في هذا المستوى نحن الولاية مفتوحة للموظفين، مفتوحة أيضا للمواطنين. نحن لسنا في عملية انقضاض على السلطة كما قال الغنوشي، نحن لا ننقض على السلطة، وإنما نقول أن في سيدي بوزيد لها رجال، لها كوادر أكفاء قادرة. هذه الكوادر في سيدي بوزيد، أبناء جهة سيدي بوزيد، أن يديروا الشأن العام في سيدي بوزيد. الوالي عليه أن يفهم هذا، وهو جزء كبير من المشكل. وسيدي بوزيد إذن في وضع احتقان، وهذا الاحتقان يتزايد يوم بعد يوم. إذن على الوالي أن يفهم نفسه، حقنا للدماء حتى لا تحرق المؤسسات وحتى لا تدخل مدينة سيدي بوزيد في فوضى، على هذا الوالي أن يقدم الحل، وعلى هذا الوالي أن يرحل فورا. وإن لم يرحل فإن أهالي سيدي بوزيد سيرحلونه عنوة. عليه أن يحمل حقائبه، عليه أن يحمل أدباشه، يكفيه الأشهر التي قضاها في سيدي بوزيد، عليه أن يرحل وأن يغادر المدينة. هذا الإرهاب الذي تنامى والذي رعته حركة النهضة منذ زمن، وهي تسعى إلى أن تؤسس أذرعتها العسكرية غير الرسمية، إضافة إلى أدوات الشرطة وأدوات الأمن وأدوات الجيش التي تسعى إلى أن تحتكرها. بالنسبة إلى العصيان المدني أو إلى الانتفاضة التي يعيد من جديد، إنما هي انتفاضة تريد أن تعيد إلى الشعب سلطته، غير أن هناك بعض الأطراف تتماهى مع هذا الموقف وتسعى إلى أن تؤسس لجانا وتنسيقيات من أجل الإنقاذ. هذه التنسيقيات كموقف نحن نباركه، ولكننا نتحفظ عليه، لأن هذه التنسيقيات لابد أن تفتك السلطة الفعلية، وأن تضع بدل السلطة القائمة الذات وهي سلطة عميلة وسلطة غير شعبية، أن تضع سلطة شعبية تمارس أدوارها ومهماتها على أرض الواقع. أما أن تكون السلطة من أعلى
عبر بيانات وما شابه ذلك فإنها لم تصل إلى اجتثاث الرجعية واجتثاث حركتها. يتحضروا جيش خلاص يتقولوا على العالم خلاص 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 ما فيش خلاص غير الأنابل والرصاص. وين تروحوا يا قاتلين الروح؟ وين تروحوا وين تروحوا؟ احنا بكينا اليوم غدوة نوحوا، سفكتوا دمة بز على الكياس لا من لما، راسم بالشير للرفاق وحما، نجمات نصر من بعيد يلوحوا، يتمتوهم كيسان مر الغل شربتوهم، واش ذنبهم من بوهم حرمتوهم، زهرات نرجس في الربيع يفوحوا، ما تعدوها كذبة سخيفة تافهة كذبتوها، محال كان الشمس تقتلوها مهما نزف الدم فوق جروحه. وين تروح؟